تركيا أعلن السلطات التركية مقتل 3 ضباط شرطة من القوات الخاصة في اشتباكات بإقليم هاكري جنوب شرق تركيا بين عناصر الشرطة التركية ومسلحين، وذلك وفق ما نقلت وكالة أنباء الأنظار عن السلطات التركية. كما أصيب جمهورية تركيا في هجوم بإقليم بتليس عندما هاجم مسلحون وحدة عسكرية للجيش التركي. ختام الموجز بأمان الله. تتابعونا على موقع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون آخر الأخبار، الأحداث بالصوت والصورة، البرامج التلفزيونية والإذاعية، الصحافة وخفاياها، وعددا من الزوايا المنوعة. كما يمكنكم متابعة البث الحي للفضائية السورية وإذاعة صوت الشباب. بإمكانكم التواصل معنا عبر صفحاتنا على الفيسبوك، اليوتيوب وتويتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في هذه الندوة الرياضية والتي سيخص بها الحديث عن اللجنة التي تم الاشتباك مؤخرا وبعض التعديلات التي طرأت على المرسوم 7 التي صدر عام 2005 الماضي للحركة الرياضية في سوريا. موضوع